وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية. نرحب فيك دكتور مختار في نشرة أنباء الثالثة من تلفزيون البحرين. دكتور، وردت في كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مضامين سامية وموضوعات هامة جدا، كيف تقرأ ذلك؟ نعم، تحياتي ليك ابتداء وتحياتي لمشاهديك وتحياتي لشعب البحرين العظيم ولصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. بالتأكيد هذه القمة العربية التي عقدت بداخل المملكة العربية السعودية في جدة قمة اعتيادية في ظرف استثنائي يمر به العالم العربي وتمر به منطقة الشرق الأوسط ويمر به العالم من خلال حالة استقطاب شديدة الحساسية وشديدة الوطأة على الكثير جدا من مقدرات العالم في منطقة الشرق الأوسط. كانت كلمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمة من وجهة نظري جامعة محددة لآليات إنهاء الصراعات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أو الإشارة إليها. بالتأكيد إشارة جلالته إلى السلام العادل والشامل باعتباره ضمانة لاستقرار هذه المنطقة مسألة مهمة جدا وفي غاية الأهمية، وهي إشارة إلى واقع القضية الفلسطينية العصية على الحل حتى هذا التاريخ بالطرق السياسية والطرق الدبلوماسية، ومحتاجة جهد عربي بالغ خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية. بالتأكيد إشارة جلالته أيضا إلى وجود نظام إقليمي متجدد ومتوازن، وأشار جلالته إلى مسألة عودة أو استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وانعكاس ده بشكل إيجابي على القضية اليمنية أو الوضع داخل الساحة السورية أو الوضع بالنسبة للساحة اللبنانية أو غيره. نعم. باعتبار أن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية أو تحسين علاقات التركية العربية بشكل عام باعتبار هاتين القوتين الإقليميتين محيطتين بالعالم العربي ومؤثرتين في الكثير جدا من قضايا يحدث نظام إقليمي متجدد ومتوازن وهام جدا لتسوية جزء كبير جدا من صراعات منطقة الشرق الأوسط. أتصور أيضا إشارة جلالته إلى سوريا وعودة سوريا إلى مقعدها الشاغر في جامعة الدول العربية كبداية وئام لنظام عربي إلى حد كبير جدا يستكمل إن شاء الله باجتماع القمة القادم. نعم. اللي هيعقد داخل مملكة البحرين 2024. نعم. طيب دكتور مختار، كيف ترى أهمية ودلالة استضافة المملكة للقمة المقبلة؟ أنا متصور قيمة كبيرة تضاف إلى قيمة المملكة الحاضرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي وداخل العالم العربي، وإضافة إلى مخرجات القمة التي عقدت في جدة، ومتصور أن هيكون هناك تنسيق بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وما بين جلالة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى، لأنه أنت في العالم العربي أنت في أمس الحاجة أنك أنت تاخد مقررات قمة تستكملها بقمة أخرى. نعم. ومتصور أنها تكون نجاحا وإضافة إلى الكثير جدا من الأطروحات التي طرحت داخل هذه القمة الاستثنائية التي عقدت داخل جدة في المملكة. نعم. العربية السعودية. نعم الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك.